لن أطيل على حضراتكم. أدعو السيد الأستاذ أبو النصر أبو المجد رئيس المركز العربي لنبذ العنف والتعصب الرياضي لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سيد الوزير، السادة الحضور، أحب بس أقول كلمة بسيطة في الأول. أحب أتوجه بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته للرياضة والرياضيين، ورعايته لهذا المؤتمر بشكل خاص. وكذا أحب أن أتوجه بالشكر لمعالي الوزير خالد عبد العزيز لرعايته لفعاليات هذا المؤتمر واهتمامه الشخصي بهذه الظاهرة. واسمحوا لي أبدأ. انتشرت ظاهرة العنف والتعصب الرياضي في الملاعب الرياضية المصرية والعربية والعالمية في الآونة الأخيرة بصورة تنذر بالخطر الداهم داخل المجتمعات، الأمر الذي يتعارض مع أسمى القيم الرياضية التي يجب أن يتحلى بها المشجع قبل الرياضي. فالرياضة أساسها المنافسة الشريفة الأخلاقية التي تسمو بالروح قبل الجسد، بعيدة عن العنف والتعصب، الأمر الذي ندق معه ناقوس الخطر حيال انتشار ظواهر العنف داخل الملاعب الرياضية وتأثيرها على السلم الاجتماعي داخل المجتمعات. من هنا فقد غابت مفاهيم الرياضة الحقيقية من الروح الرياضية وتقبل الآخر والإيمان بأن الرياضة مكسب وخسارة. وما زاد الأمر تعقيدا هي لجوء بعض التيارات السياسية إلى خلط السياسة بالرياضة، مستغلين ومغررين بشباب مصر الطاهر في محاولة منهم لتحقيق ما فشلوا فيه في معترك السياسة. فقد نتج عن هذا الخلط، خلط المفاهيم، الخلط المتعمد من خلط السياسة بالرياضة وكذا الزج بالدين في مجال الرياضة، ترتب على ذلك أحداثا مؤسفة راح ضحيتها مجموعة من خيرة شباب هذه الأمة رحم الله شهداءنا، وترتب على ذلك توقف النشاط الرياضي في مصر وحرمان الشعب المصري من متعة مشاهدة الرياضة من داخل الملاعب، وتعدى الأمر إلى تخوف الأسر من التوجه إلى الملاعب لمشاهدة المباريات خشية التعرض للخطر. من هنا يأتي مؤتمرنا اليوم كخطوة أولى على طريق القضاء على هذه الظاهرة، لا للعنف في الملاعب الرياضية. إن مسؤولية القضاء على هذه الظاهرة هي مسؤولية جمعية تبدأ بالمسؤولين عن الرياضة في مصر، ثم جموع الرياضيين وكذا الجماهير والإعلام الرياضي، فالأندية ومراكز الشباب لها الدور الأكبر والأهم في التصدي لهذه الظاهرة من خلال نجوم الرياضة في مختلف الألعاب والشخصيات ذات التأثير الإيجابي على الشباب من قيادات رياضية وغير رياضية، من خلال فعاليات داخل الأندية ومراكز الشباب ويأتي الدور الأبرز للإعلام المصري في التصدي لهذه الظاهرة من خلال وجوه لها من المصداقية لدى الجماهير تتناول
التصدي للظاهرة ومعالجتها ووضع هذه الظاهرة في بؤرة الاهتمام الإعلامي، هذا من ناحية. وعلى الجانب الآخر علينا التصدي لتلك الظاهرة من خلال تصحيح جملة من المفاهيم الرياضية للنشء منذ الصغر، وهنا يأتي دور وزارة التربية والتعليم في وضع مقررات يشرح من خلالها للطفل مفاهيم الانتماء الحقيقي والروح الرياضية وخلافه من المفاهيم التي ضاعت حقيقتها في الآونة الأخيرة. يقوم على تدريس هذا المنهج أساتذة التربية الرياضية في المدارس. وفي النهاية أحب أتوجه بالشكر للسيد الوزير والسيد رئيس الجمهورية على رعايتهم لهذا المؤتمر، وشكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.